طيب لازم اخدك شويه للاعب المصري الكبير محمد صلاح في الدوري الانجليزي، احب اسمع رايك في المستوى اللي بيقدمه محمد صلاح هذا الموسم وفي المواسم الماضيه. Io purtroppo ho avuto la sfortuna di incontrarlo quando كان لي الحظ ان اقابله في يوم من الايام dal vivo dal campo è un talento fuori classe. هو لاعب من الطراز الاول رائع مدهش سوبر كامبيون. هو لاعب عظيم عالمي كاليبر posto dimostrando tutto quello che non magari non ha riuscito a dimostrare quando è arrivato. يستطيع ان يظهر كل امكانيات وظهر بكثير بهذه الامكانيات في ايطاليا مع روما. ما كانش ليا الحظ ان انا اقابله في روما كتير، ولكن انا تابعه وتابع كلماته وتابع فريقه الانجليزي.